سلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سماحة السيد. حبيبي شيخنا الجليل يحفظك. حياكم الله، شلون سماحتكم؟ شلون صحتكم؟ الله ندعي لك بالخير. الحمد لله، أكيد بتدعي لي بالخير، أكيد أكيد. سماحة السيد، ندعي لك بالخير. آمين. أليس لكل نبي وصي؟ حبيبي شيخنا. هل لكل نبي وصي سماحة السيد؟ طبعا شيخنا. طيب لماذا؟ لماذا لكل نبي وصي؟ شيخنا شوي قطع الدماغ من الموضوع. لا إن شاء الله تفهم. أنا سألت حضرتك هل لكل نبي وصي؟ لابد أن يكون لكل نبي وصي. شيخنا ماذا أسمع يقطع؟ يا سماحة السيد سامع، وبدليل قلت لي إن حضرتك بتدعي لي بالاسم. سماحة السيد، هل لكل نبي وصي؟ هل لكل نبي وصي؟ أنا دا أسمع لكل وصي نبي. لكل وصي نبي. هل يا سماحة السيد؟ أنا تقطع عندي الشبكة عندي مو قوية. نعم، طب إزاي سمعت السؤال بالعكس يا شيخ؟ هل لكل نبي وصي؟ أليس كذلك؟ لكل نبي وصي. جميل، لماذا؟ لماذا لكل نبي وصي؟ شيخنا خلنا ندق عليك، انا ادق عليك. طيب اما شوف، ماشي سلام. اسال ادق عليك حتى صوتي يجوز يوضع عندي. ان شاء الله ان شاء الله. انا هيدق هو، ما نشوف يعني هيتصل، ما نشوف هيتصل ومش هيتصل. اغلق. اللهم اهدي يا رب. بلغ من العمر قد ايه؟ بلغ من العمر قد ايه؟ ولا يريد ان يسمع الحق. لا يريد ان يسمع، او الى الان والله لا يريد الاتصال. سنرى هل سيتصل أم لا. مثل هذا حينما يرى عوام الشعب يتبركون به، يعني بهذه العمامة السوداء وهذا المنظر يتبركون به. خلينا نحاول لنا الاتصال عليه تاني. لن يتصل، أنا أعلم لن يتصل. خلينا نتصل عليه. لا يريد الرد. رأيت مشاع طريقة الهروب. اغلق وأنا أدق عليك ولم يتصل. رأيتم يا عوام الشيعة طريقة هروب معمميكم وساداتكم؟ ده سيد كبير عندكم. اللهم هاد عوام الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور التوحيد. إن كان لكل نبي وصي، هل لأن النبي لم يكمل الدين عندكم تريدون أن يكون له وصي والوصي له وصي يا شيعي أفق قبل أن تقف بين يدي علي. لا، ليس علي الذي سيحاسبك يوم القيامة كما يقول ساداتك ساداتك، بل الله هو الذي سيحاسبك.